السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم الناس كل، إن شاء الله تكونوا بخير، إن شاء الله تكونوا بصحة جيدة. تحية إلى كل المتابعين، نستبع فيها كل تحية إليكم أينما كنتم. موضوع فيديو اليوم إن شاء الله حبيت نتكلم على موضوع الأبناء، يعني الأبناء من أب أجنبي وأم مثلا أندونيسية، أقصد يعني أم أندونيسية والأب يكون أجنبي من جنسية أخرى، يعني في هذه الحالة كيف يكون وضع الأبناء، يعني ما هي الجنسية التي تمنح للأبناء في أندونيسيا. أتكلم كما تعلمون يا أخوان، هنا في أندونيسيا القانون، كثير منكم يعلم هذه النقطة، أن القانون في أندونيسيا لا يمنح الجنسيتين، لا يمنح جنسيتين، يعني جنسية واحدة. القانون يمنح في أندونيسيا جنسية واحدة، يعني في حالة أجنبي مقيم إقامة شرعية ويريد التقدم على الجنسية، يشترط عليه القانون أن يتخلى على الجنسية الأصلية، يشترط عليه القانون أن يتخلى على الجنسية الأصلية، مش مثل أوروبا مثلا. مثلا في أوروبا، في أمريكا، أستراليا، كندا، موجود يعني كثير من الأجانب عندهم جنسيتين وعندهم حتى ثلاثة جنسيات، وهذا عادي وأمر طبيعي. وهنا في أندونيسيا يشترط عليك القانون أن تتخلى على جنسيتك في حالة يعني أردت التقدم على الجنسية الأندونيسية. هذه أول نقطة. بالنسبة للأبناء كيف مصيرهم؟ مصير الأبناء عندما يصلون إلى سن 18، يكونوا مخيرين، أما يختاروا جنسية الأم أو جنسية الأب، يعني جنسية واحدة، يختاروا جنسية الأم اللي هي جنسية أندونيسية أو جنسية الأب. يعني لا يمنح لهم القانون، ليس عندهم الحق في جنسيتين، يعني مثلا الأم أندونيسية والأب جزائري أو سعودي أو مصري أو تونسي، يكون عندها الجنسية المصرية والجنسية الأندونيسية، هذا لا. في أندونيسيا لازم يخير الابن أو البنت باختيار جنسية واحدة، ليس مثل أوروبا. قبل السن 18 كيف يكون وضع هؤلاء الأبناء، كيف يكون حالتهم يعني في أندونيسيا؟ وضع هؤلاء الأبناء قبل السن 18 يتبعون حالة الأب. مثلا إن كان الأب عنده إقامة كتاس أو عنده كتاب أو فيزا مستثمر، المهم مهما تكون نوعية إقامته ومهما تكون حالته، الأبناء يتبعون فيزة يعني الأب. وبعد ذلك عندما يصلون لسن 18 يخيرون، يعني هل يختاروا جنسية الأب أو جنسية الأم. هذا فيما يخص يعني القانون الجنسيات هنا في أندونيسيا. إن شاء الله الشرح واضح ومفيد. حبيت نتكلم على هذه النقطة لأن في بعض الناس سألوني على هذه النقطة، حبيت نتكلم عليها في هذا الفيديو القصير، إن شاء الله يكون مفيد. إن شاء الله ما تنسوش، كان عجبكم فيديو تعطونا لايك، بالطبع دعمونا. كذلك الناس اللي مش مشتركة في القناة، بالله يشتركوا في القناة، اضغطوا على زر الاشتراك سبسكرايب، وأعطونا لايك إذا كان عجبكم الفيديو بإذن الله. كان معكم أخوكم معز التونسي من أندونيسيا، نتقابلوا في فيديوهات جديدة ولاحقة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.